ومشاهدينا، كرة القدم تعتبر واحدة من أكثر الرياضات شعبية في العالم، ويعشقها الصغار والكبار على حد سواء. ونجد أن تعليم كرة القدم للمبتدئين الصغار ليس فقط طريقة رائعة لتعزيز اللياقة البدنية، بل هو أيضا وسيلة لتطوير مهاراتهم الاجتماعية والثقافية. أكيد يا كريستينا، وتعليم كرة القدم للأطفال خطوة مهمة لنمو مهاراتهم الرياضية. هذه اللعبة تعلمهم القيم مثل التعاون والانضباط، والحلو صرنا نشوف أكو أكاديميات صارت تنطي مثل دورات أو تدريبات كرة القدم وتوصلهم إلى نوادي عالمية. لذلك اليوم نورنا من دهوك وإجا الأربيل لاعب نادي زاخو السابق، واللي حاليا هو مدرب الكابتن محمد طه، وهو صاحب أكاديمية رياضية في دهوك. يسعد صباحك كابتن، أهلا بك. يسعد صباحك كابتن، صباح الخير. أهلا بكم، نورتونا. صباح الخير على قناة دجلة. أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة الحلوة. شكرا لكم لانه اجيتوا من دهوك وشرفتونا هنا. طبعا كابتن، بالبدايه حابه يعني اعرف من عندك، انت باي عمر بلشت تحب كره القدم وبلشت انه تكون متواجد، اذا كانت تتدرب او مثلا انضممت الى نادي رياضي؟ تقريبا انا بديت خلال من 6 سنوات. بديت الرياضه، لعبت اشبال، ناشئين، شباب، دوري كردستان تدريجيا. نعم. اي نعم. حلو. طيب كابتن، همينة كان عندك خلينا نقول الهوس مثل أطفال هسه من يحبون فلان نادي وفلان لاعب وفلان يعني منتخب، هيك شيء؟ أي طفل يعشق الرياضة ولو يعني يريد يحدد مستقبله بالرياضة. نعم. فكل يعني كل طفل خلينا نقول من يبدأ بالرياضة يتبع مثل كريستيانو أو ميسي، فيكون عنده جاذبية أنه يطور من نفسه. نعم. بما انه احنا عندنا اصغر ضيف هنا وهو شكله لاعب كره قدم قوي، حابه اعرف من عنده باي عمر بلشت، وانت هسه اصلا ايش قد عمرك؟ انا هسه عمري 13 سنه. عرف المشاهدين عن نفسك، قول لهم شنو اسمك. اهلا بك عبد الرحمن. 2011. شو كنت بلشت عبد الرحمن؟ من عمري 7 سنوات. ما شاء الله. قبل سنه رحت على كاميا وطورت بشكل كبير، والكابتن علمنا على بعدت على اصدقاء السوء وعرفت امشي منه، وزادت حماسي الدراسيه وكرياضيا، وعرفت انظم وقتي بين الرياضه والدراسه. حلو. حلو. طيب عبد الرحمن، انت يعني بما انه انت لاعب قوي يعني تحب اشياء ثانيه لو بس تحب كره القدم؟ ايه، احب الدراسه. اوكي، عندك هوايات ثانيه مثلا تحب ترسم، تغني، لو بس تحب تلعب كره قدم؟ هي الرياضه ودراسه. حلو. زين، المن تشجع؟ احنا ما عرفنا برشا، ريال، منو؟ برشلونه؟ لا هيجي احنا ريالي. بالضبط، يعني هيجي احنا ريالي. زعلنا ماكو. اول البارحه جبنا 5 جوال، شلون؟ احنا البارحه جبنا 4. ايش قد؟ 4-1. هاي البارحه برشلونه مخرجنا، اول البارحه كان ريال، يعني ترى احنا ريالي. جلزار عندها معلومات قويه عن كره القدم. طيب خلينا نرجع للكابتن. كابتن، همين حابه اعرف ليش بالفتره الاخيره صار شغف الاطفال بالكره القدم وقاموا يحبوه اكثر؟ هل اكو مثل ما قلنا يعني اكو مثلا لاعب هو يعني يحسوه هو القدوه مالتهم ويحبون بالمستقبل يصيرون مثله او يقلدوه؟ حاليا الاكاديميات توفر كل شيء. نعم. يعني كملاعب، اجواء، بيئه مناسبه. اللاعب من يشوف اكو بيئه مناسبه يروح يتجه على الاكاديميات او المدارس. نعم. افضل انه ما يتجه على الموبايل او على السهر، العفو. فالاكاديميات توفر كثير امور. نعم. يعني بيئه تعليميه، نظريه علميه، يعني توفر كل شيء. ادوات رياضيه تخلي انه الطفل للنجاح اكو ادوات توفر بهاي الطريقه. نعم. طبعا ايضا ويانا ضيف اخر اليوم بحلقتنا هذه، حابين تعرفنا عن نفسك، اسمك وهمينا من اي سنه بلشت انت تلعب كره القدم؟ نعم، صباح الخير طبعا لدجله كامله. أنا اسمي طه. طه ياسين حسين، عمري 18 سنة، مواليد 2006. بلشت الأكاديمية 5-6 أشهر صار لي. إلى حد هسه، والحمد لله يعني طورت من نفسي، ويعني اسمه ويا الدراسة سويت جدول بما إنه أنا طالب. والحمد لله جاي أمشي بالجدول والدراسة. الحمد لله. رياضيا. طه، شنو طموحك؟ يعني حاب مثلا انه تكون نجم عالمي؟ نعم. شنو حاب توصل له؟ نعم، طموحي والله وحلمي اصل نوادي كبيره ومثل منتخب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، من قبل لا تفوت الاكاديميه، انت من اي عمر كنت يعني اكتشفت نفسك انه انت تحب كره القدم
وبلشت تلعب مثل احنا نعرف يعني الاطفال دائما يلعبون بالشارع ويا الاصدقاء. اي صحيح، والله عمري 8 سنوات 9 سنوات ما شاء الله. كان العب كره قدم بس مو كلش هواي. بس بعدين شويه شويه زاد تعلقي وحبي بكره القدم. حلو. نعم. طبعا خليني ارجع للكابتن. كابتن برايك ليش صارت بالفتره الاخيره يعني صار اكو خلينا نقول الكل حاب انه هو يروح لكره القدم خاصه للاطفال، شنو الشيء اللي تشوفه انه هم يمكن ده يجذب الاطفال؟ هل هم اصلا يحبوها بس يمكن ما كانوا شايفين الفرصه المناسبه؟ الرياضه اتطورت بصوره عامه. فالطفل من شاف خاصه عائله الطفل من شافت اكو تطور بالرياضه وصار دعم من الاتحاد او من كل النواحي الرياضيه فخلى ابنه يكون بالاكاديميه لان اكو هدف يريد يصله. صح. الهدف اذا وصله يعني حاليا اكو عقود لاعبين يعني مثل امجد عطوان لاعب نادي زاخو عقده 750 مليون. فهذا يوفر انه الطفل ينبني على اساس صحيح حتى يصل ويوفر شيء للعائله. فعلا طبعا قبل يمكن كانوا الاهالي دائما او لهسه يعني بعدهم انه يكونون يحبون خلينا نقول انه تخصص طب، صيدله، هندسه لابنائهم، ولكن اليوم شافوا انه يعني لاعب كره القدم عنده همينه مستقبل حلو، فانه ليش لا اذا ابني عنده هذا الشيء وعنده هذا الحب والشغف لكره القدم اخليه وادعمه لانه عنده مستقبل. يمكن قبل كانوا يخافون انه شو راح تسوي؟ راح تظل بس تلعب طوبه وما راح تقدم وما راح تسوي شيء. ما كان اكو مستقبل يعني. فعلا حاليا لا اكو دعم رياضي خاصه مادي. يعني اذا لاعب بالتوب 1 يعني عقود ما شاء الله تستقبلون بنات. اي عندنا اكاديميه هم ما شاء الله عليكم. طيب كابتن احنا مثل ما ذكرنا قبل كان الطفل اذا موهوب كلش اكثر شيء عنده لو الحديقه لو يلعب بالشارع وخلص يلعب وماكو من بعده شيء ثاني، لكن اليوم بدنا نشوف المدارس والاكاديميات واكو دورات همينه. زين اليوم الاهالي صار عندهم اقبال يقتنعون بالموضوع يجيبون الاطفال حتى يطلعون هاي الموهبه اللي عندهم ويستمرون عليها، لانه قبل ما كان اكو هالاقبال. الموهبه شلون تنكشف؟ من خاصه من العائله. اول شيء يجب ان يكون مدرب جيد. نعم. ولاعب ملتزم ومستمر. نعم. وبنفس الوقت يكون داعم من الاهل حتى أكيد. يقدر يصل المرحله. طيب بالاكاديميه مالتكم عفوا ايش كم يعني لاعب عندكم؟ والله بدايه العطله كان 100 وهسه يعني احنا مستمرين يعني بالمدرسه وبالعطله وصلنا 300 ما شاء بس الله. بس هسه ايام الدراسه شوي اقلوا بس يعني المجموع الكلي هاي العطله وصل 300 لاعب. نعم حلو. طيب كابتن من اي عمر يعني تستقبلون الاطفال؟ احنا نستقبل كل الاعمار. كل العمر يعني اقل عمر خلينا نقول اصغر عمر اجاكم 4 سنوات واكبر عمر 50 سنة. ايه عندي حتى يعني انه كبار بالعمر يعني 40 سنة هم مستمرين كل هذه السنوات لو هسه لا احنا هسه يعني صار فتره بسيطه اللي فوق ال 40 سنه سوينا مجرد عن الوزن ايه شوي يعني امور حلو إيه. حلو باقي اللاعبين عندي ويلات بنات من 4 سنين تقريبا ل 26 سنه حلو. طيب كابتن شنو أهمية تعليم الأطفال مبكراً للموهبة اللي هم عندهم أو للكرة القدم أصلاً؟ التعليم المبكر يزيد الثقة عند اللاعب أو يزيد الثقة عند الطفل. من يكون يعني التعليم مبكر راح يمشي بخطوات صحيحة، راح يجتاز مرحلة يعني شلون مثل 2006 يبدأ مو مثل 2011 يبدأ. فالمبكر من يبدأ إنه يمشي أسرع. يعني يكون اكو اساسيات ويتقوى اكثر. يتقوى اكثر. طيب كابتن بما انه انت ذكرت انه يعني موجود عندك حتى من عمر 4 سنوات تستقبل الاطفال وتدربهم، شنو الصعوبات اللي تشوفها؟ يعني خاصه يعني اطفال صغار يمكن ما تقدر تسيطر عليهم، تعلمهم شيء يمكن هم يريدون يلعبون غير شيء. دائما الطفل يحب بس يعني نلعب جولين بدون تمرين. المشاكل قليل اللي يستمرون. وقليلين الاهل يدعموهم، يريدون مجرد انه يجي شهر ويروح، وهذا الشهر يريد يخلي اللاعب يصير قبل سوبر. هو اللاعب ما يصير يعني خلال فتره بسيطه انه يصير سوبر، لازم اقل شيء في السنه سنتين ثلاثه يبدا اساسيات تدريجيا حتى يصل، فبعض اللاعب يعني بعض الاهالي يجي بابنه شهر يريد قبل انه يصير لاعب جيد. صحيح نعم. صحيح. طه شلون بالتدريب؟ شاطر لا؟ افضل لاعب محافظة الدهوك. افضل لاعب مبين من وجهه من عيونه. هاي ليش هيك صاير عيونه؟ هاي قد ما يهدف وينضرب. والله؟ اي والله. زين انت يعني ما تقول خلاص انا بعد ما اريد العب كرة القدم يعني شوف ايش صار بوجهي لو لا تقول لا لازم ارجع اكون اقوى. سنة مستمر ويا الكابتن محمد طه واريد بعد استمر لما احقق حلمي. والله ما شاء الله عليك، انا دا اشوف بيك مستقبل كلش حلو. فاملنا بيك
وان شاء الله تكون من احد اللواعب اللي يلعبون بطريقه محترفه يعني شاء. فان شاء الله يكون عندك مستقبل حلو. طيب انت شنو من ورا ما تكمل الدراسه شنو حابة تصير ما عدا الموهبه اللي عندك؟ من عدا الرياضه اي مهندس. ما شاء الله حلو باي يعني طموحه كلش عالي يعني مع العلم يمكن اللي يحب مثلا كرة القدم خلاص ما يحب شيء ثاني ما يريد انه يطلع شيء ثاني بس كرة القدم. اللاينين عاشت ايدك ونتمنى لك اكيد كل التوفيق. اكيد شكرا لك. طبعا يعني كابتن هبي انا حابه يعني اسالك اخر شيء انه اليوم اكو بعض الاهالي يقولون انه كرة القدم ممكن تعيق يعني خلينا نقول ابني عنده دراسة فترة الشتاء يعني وفترة الدراسة يبعدوه عن كرة القدم. ايش قد كرة القدم للاشخاص اللي يحبوها هي مهمة لهم ولنفسيتهم يعني تعرف اليوم الطالب هم انه يكون بالبيت بس دا يدرس هذا الشيء ممكن يكون شيء يعني اثره سلبي على الطالب بس لما يروح يغير جو يشوف زملائه يلعب كرة قدم يطلع الطاقة اللي موجودة بداخله ايش قد هذا يفيدهم؟ ست كرة القدم يعني الدراسات الحديثة انه تجنب الاكتئاب بصورة عامة هي دراسه فعلا هي مهمه دراسه يعني خلينا نضرب لك مثال بسيط يونس محمود لاعب منتخب العراق وانجازات واحترف بقطر والسعوديه وامارات حاليا خلص بدون شهاده رجع درس ثالث وسادس تربيه رياضيه فالدراسه ويا الرياضه شيء مهم يعني يجب يعني لازم يستمرون بهالمجالين حتى يصلون الهدف جيد اذا ما فلح بالرياضه خلينا نقولها على قد دراسه الشهاده انه يكون عنده مستقبل. حلو، طيب كابتن قبل شويه انت ذكرت قلت ما شاء الله كان عندكم بالاكاديميه 300 طالب، شلون يعني قدرتوا تسيطرون على هالعدد يعني الكم يعني العدد مو قليل، وهم انا حابه اعرف شنو انت علاقتك شلون علاقتك ويا الطلاب اللي عندك بالاكاديميه؟ السؤال الاول العدد ان يصيرون على مجموعات، يعني نعم. مجموعه اي بي سي دي وكل مجموعه وقت. نعم. فبهاي الطريقه نسيطر على الوضع. على اللاعبين انه كل مجموعه لها وقت خاص. المجموعه ايش قد تتكون؟ تقريبا يعني 40 لاعب 40 حلو حلو، وعلاقتك شلونها ويا الطلاب؟ هم راح يجاوبوا. شلون علاقة الكابتن وياكم عصبي؟ لا ما عصبي، الكابتن بالتمرين شكل وخارج التمرين شكل. الكابتن بالتمرين هو كابتن قائد مالنا، شو يقول لنا ينصحنا احنا نسمع كلامه. خارج التمرين ما عندنا تمرين هيك نضوج ونخابر الكابتن نتخابر وياه. مرات نروح على بيته ونتلاقى وياه وينصحنا دائما. حلو ما شاء الله. طيب نسمع من طه همينه انت شو علاقتنا ويا الكابتن؟ حيل جيده، اما في المباراه او في الاكاديميه هو استاذنا طبعا وينصحنا ويقودنا على المباراه ويعلمنا شغلات، اما خارج هو صديقنا واخونا والله خارج الاكاديميه، دائما نتواصل او اذا مرات بنحس ماكو تمرين ملل نتخابر وياه ونزوره ونحكي وياه. يعني حتى بالعطله ما يعفك في حالك. لا هسه بالمدرسه ودائما قبل كم يوم خابروني قال الكابتن نروح نتعشى. ما شاء الله علاقه كلش حلوه. علاقه طيبه الحمد لله، يعني نحن هدفنا اهم شيء انه يبتعدون عن اصدقاء السوء، عن الكافتريات، عن الشغلات السلبيه، خلي شويه نضحي بوقتنا على من اجلهم حتى على الاقل يصلون المستوى زين. يعني فكره كلش حلوه عادي. لا الحمد لله انه علاقتي وياهم يعني مو كابتن مو لاعب اخو اخ الحمد لله. واكثر الناس يعني يجي مرات يسجل اكاديميه ابني يقول ابني ايش راح يصير؟ ابني ايش؟ يعني هسه ميسي طلع من اكاديميه برشلونه صح هاي ابسط نقطه. منتخب قطر حاليا المنتخب كله من اكاديميه سباير. مهند علي لاعب المنتخب العراقي حاليا والشرطه هو من اكاديميه عمو بابا، فالاكاديميه هي تهيئ اللاعب للنادي. مو من المعقول ان رئيس نادي يجي مو معقول رئيس نادي يجي من فريق شعبي ياخذ لاعب مستحيل. لازم ياخذ ناس بالاكاديميه ملتزمين لان الاكاديميه تعلم الالتزام الانضباط الروح الرياضيه المحبه التجمع. فرق الشعبيه بالعكس لا دائما انه مشاكل تحسين فالنادي من يجي يسال ما يجي يسال على فريق شعبي يجي يسال على الاكاديميه لان الاكاديميه هي انطت الاساس. صحيح فعلا. حلو. طبعا احنا سعيدين جدا بوجودكم ويانا اليوم نورتونا. شكرا لكم. التوفيق لكم. شكرا لكم. نشكركم على الاستضافه الجميله.